بتدور على شغل في الإمارات، جبنا لك شوية وظائف تصل براتب 100,000 درهم. من وفقا لبوابة وظائف أبو ظبي، أعلنت الإمارات عن عدد من الوظائف متاحة للمواطنين في مجالات مختلفة إدارية وفنية، ويتراوح رواتب الوظائف ما بين 20,000 و 100,000 درهم من شهريا. ونستعرض الوظائف كما جاءت كالتالي: شركة مبادلة للاستثمار، مستشار قانوني أول، حملة البكالوريوس في الأعمال والاقتصاد وقانون التجارة الدولية، خبرة من 6 إلى 10 سنوات، راتب يتراوح ما بين 80,000 و 100,000 درهم من شهريا. دائرة تنمية المجتمع، وظيفة أخصائي الأسرة والمرأة، راتب يتراوح ما بين 20,000 و 40,000 درهم من شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وظيفة مهندس تخطيط أول، خبرة من 5 إلى 10 سنوات، يتراوح الراتب ما بين 40,000 و 60,000 درهم من دائرة تنمية المجتمع في أبو ظبي، وظيفة رئيس قسم المساهمات المجتمعية، أن يكون لديهم خبرة تصل إلى 15 سنة، مؤهل بكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون، راتب يصل إلى 6,000 درهم من دائرة السياحة والثقافة في أبو ظبي، متحف زايد الوطني، وظيفة مدير قسم العمليات الفنية، خبرة من 9 إلى 11 سنة، راتب ما بين 60,000 و 80,000 درهم من شهريا. أن يكون المتقدم من حملة البكالوريوس في الأعمال والاقتصاد والإدارة الهندسية، هيئة أبو ظبي الرقمية، وظيفة مستشار إدارة الشراكات والعلاقات الحكومية، حامل البكالوريوس في إدارة الأعمال، خبرة تراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات، راتب من 60,000 إلى 80,000 درهم من شهريا. شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك، وظيفة مسؤول أعمال إدارية، خبرة من 3 إلى 5 سنوات للمواطنين من حملة البكالوريوس في الأعمال المالية والاقتصاد والهندسة والأعمال والاقتصاد، راتب يتراوح من 60,000 إلى 80,000 درهم من شهرياً.